Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في لاشين ومرحبا بكم في هاد لا فيديو جديده. فاليوم غادي نبداو بواحد لا سيري ديال لا كونجوغيزون. غنديرو بزاف ديال الدروس ديال لا كونجوغيزون وغنبداو باول حاجه اللي هي لوكسيليير اتر ولوكسيليير افوار. حيت قبل اي حاجه خاصنا نعرفو كيفاش نصرفوهم، هما الاساس ديال لا كونجوغيزون. غادي نعرفو بعدا كيفاش نصرفو هاد لي دو اوكسيليير ومن بعد غادي نكملو. دونك غنبداو باول حاجه نشوفو شنو هما لي برونون بيرسونيل اولا الضمائر، شنو هما لي طون فيربو اولا الازمنه الفعليه اللي كاينين، ونشوفو عاد لوكسيليير اتر لوكسيليير افوار. غادي نصرفوهم في لو بريزون فقط. دونك تابعوا معايا الفيديو. ونبداو بلي بيرسون اولا لي برونون بيرسونيل سوجي اللي هما الضمائر الشخصيه. فعندنا جو، tu, il, elle. يعني انا، انت، هو، هي. هادو سينغولير اولا ضمائر مفرده. كاين ضمائر ديال الجمع اللي هما نو، نحن، فو، انتم، il، هم، elle، هن. دونك هذا البلوريال اولا الجمع. كما كتشوفوا قسمتهم لكم جو تو ايل ال فهما سينغولير اولا المفرد، نو فو ايل ال هادو ضمائر ديال بلوريال اولا ديال الجمع. غنشوفو دابا لي طون فيربو اولا الازمنه الفعليه اللي كاينين. فكاين لي طون فيربو سامبل يعني البسيطه، الازمنه الفعليه اللي هي بسيطه، وكاين لي طون فيربو لي كومبوزي. فهادشي غنشوفوه في فيديو اخر. انا اليوم غادي نبدا لكم فقط بلو بريزون، لو باسي كومبوزي، لو فيتور سامبل. هاد لي تخوا طون اولا ثلاثه ديال الازمنه خاصكم تكونوا عارفينهم في اللغه الفرنسيه وتكونوا عارفين تصرفوا الافعال فيهم. فاول حاجه غنبداو بها هو البريزون اللي هو الحاضر. دونك هاد الفيديو غنديرو غير لو بريزون ديال لوكسيليير اتر او لوكسيليير افوار. ونبداو باول حاجه لوكسيليير اتر، نعرفو بعدا شنو هو لوكسيليير اتر ولا اش كيصلح. فهو بمثابه مساعد ديال لو فيرب، فكنحتاجوه في الاغلبيه ديال الوقت في لي طون كومبوزي يعني الازمنه المركبه اللي كتكون من دو بارتي اولا من جوج ديال الاجزاء، كيكون لوكسيليير اتر اولا لوكسيليير افوار و تيكون معاهم لو فيرب الفعل حتى هو. فمثلا الباسي كومبوزي الا بغينا نصرفوه كيكون نصرف لوكسيليير اتر وكيكون حداه لو فيرب اللي بغينا نصرفو. فاحنا غناخدو دي زيكزامبل وغنبداو اول حاجه بلوكسيليير اتر ونصرفوه في لو بريزون، خاصنا نحفظوه ونعرفوه كيفاش كيتصرف ونعقلو عليه مزيان. جو سوي، تو اي، ايلي و الي. فايل كنديروها الماسكولان اولا المذكر و ال كنديروها الفيمينان اولا المؤنث. nous sommes أو نحن، ولا نحن نكون، ديك سام هي نكون. vous êtes يعني أنتم. elles sont ولا ils sont كما العادة il avec s فهي المذكر و elle avec s فهي المؤنث أو مجموعة ديال الإناث كيهضرو كنديرو elle. نشوفو دابا لوكسيليير افوار. فلوكسيليير افوار كنعنيو به يكون عندك شي حاجه، لدي افوار كلكو شوز هي اكتسب شيئا ما. افوار يعني عندي. دونك جي هي لدي عندي. جي اون ميزون هي لدي منزل. تويا يعني لديك او لا عندك. il elle a يعني هو لديه او لا هي لديها ولا عندها. nous avons عندنا. nous avons une maison هي عندنا منزل. vous avez هي عندكم. ils elles ont يملكون ولا عندهم. ils ont une maison عندهم منزل. فهذا هو الفرق ما بين l'auxiliaire être و l'auxiliaire avoir.
être كنستعملوها ملي كتكون عندنا علاقه بيا يعني اكون بينا حنا كنكون je suis malade اكون مريضا ما يمكنش ليا نقول جي مالاد عندي مريض لا انا اكون مريض دونك كنديروا être يعني كنستعملوها من كيكون الامر كيتعلق بليطا اولا بالحاله ديالي جو سوي انا كنكون في هذه الحاله جو سوي مالاد جو سوي اورو انا فرح ما يمكنش ليا نقول جي اورو انا عندي فرح لا كنقول جو سوي اورو كنستعمل لوكسيليير اتر انا ليطا ديالي الحاله ديالي فرح فهادشي غنشوفو اون ديتاي مين نبداو في تصريف الافعال حنا خلينا دابا غير لوكسيليير اتر لوكسيليير افوار وتعرفوهم مزيان لاش كيصلاحو في الفيديوهات المجيه ان شاء الله غندوزو لي فيرب نشوفو دابا واحد التمرين باش نشوف واش فهمتو لوكسيليير اتر و لوكسيليير افوار في البريزون Dans les phrases suivantes, conjuguez les verbes être et avoir au présent de l'indicatif. Fa le présent de l'indicatif, huwa le présent العادي, huwa le hadir. Huwa le hadir daba, yani chnou kandir daba ou chnou waqa al-an, haliyan. Fa ana atitkom les verbes entre parenthèses ou la bayna qawsayn, ntouma gatsarfouhom, fa le présent de l'indicatif, li huwa chnah daba l'an. Nous avoir beaucoup de chance. Yala la brinan goulo, nous. Ou bien on se faut avoir le présent beaucoup de chance. يعني حنا عندنا الكثير من الحظ. عندنا الزهر. هذه هي nous ou avoir beaucoup de chance. يعني في بلاستيك avoir غادي نصرفو في البريزون شنو غنقولو في نظركم؟ Voilà, nous avons beaucoup de chance. لدينا الكثير من الحظ. Nous avons beaucoup de chance. ما يمكنش لينا نقولو نو سوم بوكو دو شونس حنايا هما الحظ لا ما يمكنش يعني هنا كنستعملو لوكسيليير افوار ندوزو نشوفو مثال اخر وجملة اخرى les enfants être en vacances يعني الاطفال هم في اجازة فأتخ غنصرفو في البريزون شنو غنقولو لي زونفون بزاف ديال الاطفال ف شنو غنعوضو به لي زونفون واش جو ولا تو ولا ايل بزاف ديال الاطفال يعني اطفال ذكور مذكر و بلوريال جمع شنو هو البرونون اولا شنو هو الضمير اللي غادي نعوضو به لي زونفون حنا شنا الضمائر عندنا جو تو ايل ال نو فو il elle يعني الضمير اللي غادي يجي في بلاصه لي زونفون هم هي il avec s يعني il avec s شنو كنصرفو معاها لو فيرب اتر كيفاش كنصرفوه معاها وشنو كنقولو il sont très bien il sont هم ها هي لا ريبونس Les enfants sont en vacances. يعني الأطفال هم في رحلة أو في عطلة. فما يمكنش لينا نقولوا لديهم في عطلة. فما يمكنش ماشي منطقية. يمكن لينا نقولوا عندهم عطلة. يعني être. ما يمكنش نستعملوا هنا لو فيرب أو لوكسيليير avoir. كنستعملوا لوكسيليير être. ناخدو مثال ثالث عندنا الجمله je ne وعندنا لوكسيليير être اللي خاصنا نصرفو في البريزون pas prête pour la compétition يعني انا لست مستعده للمنافسه فكيفاش غادي نصرفو لوكسيليير être في البريزون الضمير عندنا هو je يعني انا فكيفاش كنقولو très bien je ne suis pas prête pour la compétition. انا لست مستعده للمباراه او للمنافسه. Je ne suis pas prête. المثال الرابع nous être fier de vous. Nous être fier de vous. يعني نحن نكون فخورون بك او فخورين بك. حنا fier de vous
حنا فخورين بك يعني نو اتر غنصرفوها في لو بريزون شنو كنقولوا فوالا هذا هو الجواب Nous sommes fiers de vous. نحن فخورين بك. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes. Être au présent. Nous sommes. فحنا وصلنا لنهاية الفيديو كنشكركم على الانتباه وكنتمنى تكونوا استفدتوا مني واستفدتوا من هذا الفيديو مازال فيديوهات اخرى ان شاء الله غنديروا فيها الافعال كامله وغنشوفوا طريقه التصريف ديالها وكيفاش نستعملوها في جمل ما تنساوش ديروا اشتراك وتخليوا لي اعجاب خليوا لي لي كومونتير ديالكم ونتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله